بدأ المسرح معاك وانت طالب في كلية الطب من سنة تانية لما رحت تشوف مسرح؟ من اعدادي طب. اعدادي طب. اعدادي طب. اصل احنا ايامنا كان في حاجة اسمها اعدادي طب دلوقتي لغوها. فكان في السنة التمهيدية اللي ما بتتعدش دي يعني. أيوة ست سنين. السنة السابعة دي اللي ما بتتحسبش. نبقى في كلية العلوم. ايوه. رحت تتفرج على مسرح، تشوف مسرح عشان تعملوا عليه عرض، شفت عبد الحليم حافظ. ده كان هنا في العرض ده. في المسرح ده. دخلت في الكواليس، كان الواحد عشان يدخل الكواليس يدخل من ورا الستيج ده. فلقيت عبد الحليم حافظ. انا كنت جاي عشان اجر المسرح. كان فعلا في تانية طب تقريبا بعد 3 سنين. فقلت له ممكن اوتوجراف؟ انا لا يمكن انسى. دي المرة الأولى والأخيرة اللي شفت فيها عبد الحليم حافظ. فرد فعله كان لطيف جدا. فقال لي معاك. طب معاك فين؟ امضي لك على ايه؟ قلم. ولا قلم ولا ورق. هو راح بصص لي كده. فانا حركت جدا، بقول طب اوتوجراف على ايه يعني؟ فلقاني الظاهر ان انا احركت هنا. فقال لي طب دقيقه واحده. راح بعت اللي معاه، قال له هات ورقه وقلم من جوه. والله العظيم فضل واقف معايا. هو اللي بعت جاب الورقه والقلم. ايوه بعت وجاب ورقه وقلم وراح ماضي. شكرا جدا. فشوف يعني برضو الحاجات دي بتعلم. طبعا. ولا يمكن انسى حركه زي كده.